اهلا وسهلا بكم ضباطا وجندا في هذا العرض العسكري لقواتنا المسلحة وامكانياتها القتالية في عيد الجيش العربي السوري. نطلب من سيادة العقيد بدء العرض العسكري. بلش يا ابني يا حيوان بلش. بلشوا. وها هو المجند خليف يحمل سلاحه الفردي الذي لازمه طوال فترة المعركة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة. شاهدوا كيف يتألق الجيش العربي السوري في عيده بهمتهم العالية. هنا تظهر قدرات جيشنا الباسل على التكيف في أرض المعركة واستخدام السلاح المناسب. والآن نستأذن سيادة العقيد ومع مشهد الرعب الذي يثيره أبطال الساحة السورية وجنودها البواسل في عرض القتال القريب. صرت انتو عندكم هيك يا بروسيا وهنا عندكم هيك يا بإيران. سبقلوا. والآن نطلب من سيادة العقيد إنهاء العرض العسكري. قد ما عندك شغلة غير تستأذني. خلص فؤادي بقى. احترق فؤادي. بدي أشوف هالبراد شو نوعه. انهي بقى. شكراً لحضوركم. ومن الآن فصاعداً ستكون حربنا على أدوات المطابخ الحديثة ليصلنا كل جديد. الوطن غال والوطن عزيز لأن الوطن هو ذاتنا، فلنترك هذه الحقيقة.